بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثاني الإعدادي، ازيكم يا شباب؟ هنحل النهاردة إن شاء الله من كراسة المعاصر امتحان هندسة. شوف نموذج واحد، نماذج امتحانات الكتاب المدرسي. رقم واحد بيقول لي أكمل ما يأتي: أكبر أضلاع المثلث القائم الزاوية طولا هو نقط. المثلث القائم الزاوية أكبر أضلاع طولا هو الوتر. الوتر أكبر أضلاع المثلث القائم الزاوية لأنه بيقابل الزاوية 90 درجة، أكبر زاوية في المثلث. رقم اتنين: إذا كان طول ضلعين في مثلث 2 سنتيمتر و7 سنتيمتر، فإن طول الضلع الثالث أكبر من نقط وأقل من نقط. الضلع الثالث بينحصر بين الفرق والمجموع، يعني هنطرح 7 ناقص 2 يديني 5، ونجمع 7 زائد 2 يدينا 9، يبقى ده الضلع الثالث أكبر من الفرق وأقل من المجموع. أكبر من 5 وأقل من مجموعهم 9. شوف رقم 3 بيقول: إذا اختلف قياس زاويتين في مثلث فأكبرهما في القياس نقط. إذا اختلف قياس زاويتين يعني زاويتين مختلفتين يا ولاد، الزاوية الكبيرة هيقابلها ضلع كبير والزاوية الصغيرة هيقابلها ضلع صغير. إذا اختلف قياس زاويتين في مثلث أكبرهما في القياس وقابله ضلع أكبر في الطول. تاني كده: إذا اختلف قياس زاويتين في مثلث أكبرهما في القياس يقابلها ضلع أكبر في الطول من الضلع المقابل للزاوية الأخرى. ماشي. إذا اختلف قياس زاويتين في مثلث أكبرهما في القياس يقابلها ضلع أكبر في الطول من الضلع المقابل للزاوية الأخرى. رقم 4: إذا كان طول متوسط المثلث المرسوم من أحد رؤوسه يساوي نصف طول الضلع المقابل لهذا الرأس، فإن نقط. أقوله فإن زاوية الرأس تكون قائمة. لو كان المتوسط للمثلث الخارج من أحد رؤوسه يساوي نصف طول الضلع المقابل لهذا الرأس، فإن زاوية الرأس تكون قائمة. شوف اللي بعدها: إذا كانت إحدى قياس زوايا المثلث متساوي الساقين 60 درجة، كان المثلث نقط. هنا المثلث هيتحول من مثلث متساوي الساقين إلى مثلث متساوي الأضلاع. إذا كان قياس إحدى زوايا مثلث متساوي الساقين 60 درجة، كان المثلث يا ولاد متساوي الأضلاع. نشوف السؤال بعده. رقم 2: اختر الإجابة الصحيحة. الشكل المقابل: أ ب ج مثلث متساوي الأضلاع. إن قياس زاوية أ ج د، زاوية أ ج د هنا زاوية خارجة عن المثلث، وطالما زاوية خارجة، الزاوية الخارجة عن المثلث متساوي الأضلاع قياسها بيكون 120 درجة، يبقى قياس الزاوية الخارجة عن المثلث متساوي الأضلاع بتساوي 120 درجة. نلاحظ المثلث متساوي الأضلاع قياس كل زاوية من زواياه 60 درجة، فبالتالي الزاوية اللي هو عايزها ألف جيم دال دي خارجة. لاحظ إن زاوية ألف جيم باء زائد قياس زاوية ألف جيم دال، الاتنين اللي جنب بعض زاويتين متكاملتين مجموعهم 180 درجة، يبقى قياس زاوية أ ج د هتساوي 180 ناقص 60 ب 120 درجة. يبقى نكتب 120 درجة، والإجابة بتاعتنا الاختيار بتاعنا ج، هنختار ج. طيب سؤال تاني بيقول لي: في المثلث أ ب ج القائم الزاوية في ب، إذا كان أ ج بيساوي 20 سنتيمتر، فإن طول المتوسط المرسوم من الرأس ب يساوي نقط. هنرسم المثلث كده في الجنب، أ ب ج هو قائم الزاوية في ب، لازم أخد بالي هو قائم الزاوية في إيه يا ولاد. وبيقول لي الألف ج كلها ب 20 سنتيمتر، فإحنا عايزين نجيب طول المتوسط الخارج من رأس القائمة. إحنا عارفين تعريف المتوسط: المتوسط عبارة عن قطعة مستقيمة مرسومة من الرأس إلى منتصف الضلع المقابل، فطولها بيساوي نص طول الوتر. طالما مرسومة
من رأس المثلث قائم الزاوية يعني طولها نص الألف جيم هيساوي 10 سنتيمتر. الإجابة بتاعتنا هتكون 10 سنتيمتر اللي هي ألف، هنختار ألف. السؤال اللي بعده بيقول إذا كان رقم 30 ص ع مثلث في قياس زاوية عين تساوي 70 درجة وقياس زاوية ص 60 درجة فإن ص ع نقط س ع مين الأكبر يعني؟ هنا يا ولاد لازم نجيب الزاوية التالتة في المثلث، يعني أنت هترسم مثلث كده في الهامش س ص ع في قياس زاوية ع ب70 درجة وزاوية ص ب60 درجة، تقدر تجيب الزاوية الناقصة عن طريق مجموع الزاويتين ونطرحهم من 180، يعني مجموع الزوايا الداخلة للمثلث 180 درجة، يبقى الزاوية الناقصة اللي عندي أو 180 ناقص وافتح قوس وأجمع الزاويتين اللي عندي اللي هما 70 و60، هيطلع الزاوية الناقصة 50 درجة اللي هي زاوية س. فبالتالي أقدر أشوف مين الضلع الأكبر، ص ع ده هيقابله زاوية 50، 50 درجة، الزاوية بتقابله قياس 50، والضلع س ص بتقابله زاوية 70 اللي هي عين. طب مين الأكبر، 50 ولا 70؟ طبعا 70. فبالتالي الضلع س ص هيبقى أكبر من ص ع، يبقى إذا اختلف قياس الزاويتين في مثلث أكبرهما في القياس يقابلها ضلع أكبر في الطول من الضلع المقابل للزاوية الأخرى. الأعداد التي تصلح أن تكون أضلاع مثلث هي، عشان الأضلاع يا ولاد تصلح عندنا متباينة المثلث بتقول مجموع طولي أي ضلعين في مثلث أكبر من طول الضلع الثالث. فاحنا هنا هنشوف الضلعين الصغيرين لو كان مجموعهم أكبر من الضلع الكبير تنفع، يعني تنفع الأضلاع تكون مثلث. لو خدنا اختيار ألف 0 زائد 3 هيديك 3، مش هتنفع، مش أكبر يعني من 5. خدنا 3 زائد 3 ب6 تنفع يا مستر، أكبر من 5 بالاختيار ب. اختيار ج طبعا مش هتنفع، 3 زائد 3 ب6 بيساوي 6. اختيار د 3 زائد 3 ب6 أصغر من 7 مش هتنفع. يبقى احنا يا ولاد هناخد الشرط بتاعنا اللي هو مجموع طولي أي ضلعين في مثلث يكون أكبر من طول الضلع الثالث، مينفعش يساوي ولا أقل. يبقى احنا هناخد الاختيار بتاعنا رقم ب. طب رقم 5 بيقول المثلث الذي فيه قياس زاويتين 42 درجة و69 درجة يكون نقط. احنا هنا لازم نجيب الزاوية الناقصة، هنجمع الزاويتين اللي عندنا نطرحهم من 180 درجة عشان نشوف الزوايا اللي عندي. والله لو في زاويتين زي بعض يبقى المثلث متساوي الصاغين، لو كان التلاتة زي بعض يبقوا 60 مثلا، 60 و60 و60 يبقى متساوي الأضلاع، لو التلاتة مختلفين يبقى مثلث مختلف الأضلاع. تعالوا نجيب الزاوية الناقصة هنا، نرسم المثلث في الهامش مثلا كده ونجيب الزاوية الناقصة اللي عندنا، أقول له 180 ناقص مجموع الزاويتين هجمع 42 و69 يديني 111، نطرحها 180 تديني 69 درجة. فلاحظنا إن في 69 و69 و42، يعني إن في زاويتين زي بعض يا مستر، يعني ده مثلث نوعه متساوي الصاغين، يبقى الإجابة ألف. طيب رقم 6 في الشكل المقابل، إذا كان قياس زاوية جيم بتساوي 2 قياس زاوية ألف وعندي باء جيم بيساوي 6 سنتيمتر فإن ألف جيم بيساوي نقط. طيب ألف جيم ده لاحظ إن هو وتر في المثلث القائم الزاوية، هو قال لي إن زاوية جيم ضعف زاوية ألف. طب ما إحنا عارفين إن جيم وألف الاتنين مجموعهم 90، لأن يعني دول زاويتين متتمتين داخل المثلث، وفي واحدة قد التانية مرتين. طب واحدة قد التانية مرتين وهما الاتنين 90، يعني اعتبرهم كأنهم 3 أجزاء، يعني الزاوية الصغيرة تبقى ب30 والكبيرة تبقى 60، أو نقول 90 على 3 يديني 30، يبقى الزاوية الصغيرة هتبقى تاخد جزء 30 والكبيرة ضعفها 30 و30 60،
فبالتالي المثلث أ ب ج أصبح مثلث تلاتيني ستيني، وطالما تلاتيني ستيني يبقى الضلع المقابل للزاوية تلاتين طوله نصف طول الوتر. يبقى احنا وصلنا دلوقتي إن زاوية أ اللي عندنا هي الصغيرة بتلاتين درجة، يبقى الضلع المقابل ليها اللي هو باء جيم اللي هو بستة نص الوتر ألف جيم، يعني ألف جيم هيبقى ضعف القطعة باء جيم تساوي 12 سنتيمتر. تمام، يبقى في المثلث التلاتين ستيني الضلع المقابل للزاوية تلاتين طوله بيكون ايه؟ يساوي نصف طول الوتر، أو العكس، طول الوتر في المثلث التلاتين ستيني ضعف طول الضلع المقابل للزاوية 30 درجة. يبقى احنا أ ج هنا هتساوي 12 سنتيمتر، والإجابة تبقى د. السؤال التالت أ، أكمل ما يأتي. رقم أ، مثلث أ ب ج في أ ب أكبر من أ ج، فإن قياس زاوية ج نقط قياس زاوية ب. هنا يا ولاد فيه اختلاف بين أضلاع في المثلث، يبقى الضلع الكبير هتقابله زاوية كبيرة والضلع الصغير هتقابله زاوية صغيرة، يعني أ ب أكبر من أ ج فأ ب هتقابله زاوية ج، زاوية والضلع أ ج هتقابله زاوية ب، فبالتالي زاوية ج قياسها هيكون أكبر من قياس زاوية ب. تمام، طيب نشوف السؤال اللي بعده. رقم ب بيقول لي في الشكل المقابل قياس زاوية أ بتساوي 50 درجة. شايفين يا أولاد؟ قياس زاوية أ ب50 درجة، وأ ب بتساوي أ ج، يعني مثلث أ ب ج ده متساوي الساقين. واللي اوجد قياس زاوية أ ب د دي كلها. طيب احنا عندنا المثلث التاني اللي هو ب د ج ده متساوي الأضلاع، وطبعا المثلث متساوي الأضلاع يبقى قياس كل زاوية من زوايا الداخلة ب60 درجة. طيب أنا عندي برضو في مثلث متساوي الساقين اللي هو أ ب ج، زاوية الرأس ب50، نقدر نجيب زاوية القاعدة، نقول له 180 ناقص 50 على 2 يديني كل زاوية من الزوايا الداخلة ب65 درجة، فبالتالي أقدر أجيب زاوية باء كلها، أجمع 60 زائد 65 وأطلع الناتج يديني 125 درجة. طبعا في الامتحان يا ولاد بنكتب معطيات ومطلوب وبرهان، بتنقل مسألتك في كراسة الإجابة، بتقسم مسألتك معطيات مطلوب برهان. المعطيات بنكتب قياس زاوية أ ب50 درجة وأ ب بتساوي أ ج، وبنرسم مسألة وبنكمل كل المعطى اللي هو جابهولي. المطلوب إيجاد قياس زاوية أ ب د. نبدأ في البرهان بقى نحل، أقول بما أن، شوف خطوات الحل كده، شوفوا مع بعض يا ولاد خطوات الحل موجودة اهي يا ولاد مكتوبة على ورقة، ركزوا كده معايا في المكتوب. هقوله بما ان المثلث د ب ج فيه ب ج بيساوي ب د بتساوي د ج، اذا قياس زاوية د ب ج هتساوي 60 درجة. ارجع اقوله بما ان في المثلث أ ب ج التاني أ ب بيساوي أ ج، اذا قياس زاوية أ ب ج بتساوي قياس زاوية أ ج ب تساوي 180 ناقص 50 على 2 هتبقى 65 درجة، وبالتالي قياس زاوية ب هتساوي 60 زائد 65 هيديني 125 درجة. تمام، ده كان حل التمرين يا ولاد. عملنا علاقتين، علاقة واحد وعلاقة اتنين، وجمعناهم قلنا من واحد واتنين نجد أن قياس زاوية ب بيساوي 60 زائد 65 يساوي 125 درجة. طيب نشوف التمرين اللي بعده. رقم ج بيقول لي في الشكل المقابل أ د بيوازي ب ج، وقياس زاوية ب أ ج بتساوي 70 درجة، وقياس زاوية د أ ج ب50 درجة. اثبت أن ب ج أكبر من أ ج. عشان أثبت أن الضلع ب ج أكبر من أ ج لازم أثبت أن الزاوية المقابلة لب ج أكبر من الزاوية المقابلة لأ ج. طيب ب ج بيقابلوا زاوية ب70،
ألف جيم بيقابله زاوية باء، يبقى أنا لازم أجيب زاوية باء. طيب أنا عندي توازي يا ولاد، يعني ألف دال بيوازي باء جيم، والألف جيم قاطع لهما، يبقى نستنتج إن قياس زاوية دال ألف جيم بتساوي قياس زاوية ألف جيم باء تساوي 50 درجة وضع تبادل. وبالتالي أقدر أجيب زاوية باء من المثلث ألف باء جيم، هجمع 70 زائد 50 وأطرحهم من 180 فيديني 60 درجة. فنلاحظ إن قياس زاوية ألف أكبر من قياس زاوية باء، يبقى الضلع باء جيم المقابل لزاوية ألف أكبر من ألف جيم الضلع المقابل لزاوية باء. خطوات الحل هي مكتوبة يا ولاد، بما أن ألف د يوازي باء جيم وألف جيم قاطع لهما، إذا قياس زاوية د ألف جيم بتساوي قياس زاوية باء جيم ألف بتساوي 50 درجة وضع تبادل. وبما أن في المثلث ألف باء جيم قياس زاوية باء بيساوي 180 زائد وافتح قوس 180 ناقص وافتح قوس 70 زائد 50، يعني 180 ناقص 120 هيديني 60 درجة. إذا قياس زاوية ألف أكبر من قياس زاوية باء، ده في المثلث ألف باء جيم، وبالتالي باء جيم أكبر من ألف جيم. نشوف التمرين اللي بعده، السؤال الرابع ألف، واللي برهن أن زاوية القاعدة في المثلث المستوي الساقين متطابقتين. ده إثبات النظرية يا ولاد، يعني إحنا هنرسم مثلث متساوي الساقين في ضلعين زي بعض يعني، وعايز أثبت إن زاوية القاعدة متطابقتين. فكرة الحل هنا، بعد ما بنرسم المثلث المستوي الساقين بنعمل عمل، بنرسم عمود على القاعدة وبنشتغل بنظرية فيثاغورس عن طريق تطابق المثلثين، ونقدر نثبت إن زاوية القاعدة زي بعض. الإثبات جنبنا يا ولاد، رسمنا المثلث أ ب ج متساوي الساقين، أ ب بيساوي أ ج معطى. العمل رسمنا ألف هاء عمودي على باء جيم، بما أن في المثلثين ألف باء هاء وألف جيم هاء فيهما ألف باء بيساوي ألف جيم معطى وألف هاء ضلع مشترك. إذا قياس زاوية باء هاء ألف تساوي قياس زاوية جيم هاء ألف بتساوي 90 درجة. إذا المثلث ألف باء هاء يطابق المثلث ألف جيم هاء، وينتج أن قياس زاوية باء تطابق أو أن ينتج أن زاوية باء تطابق زاوية جيم. فإحنا كده أثبتنا النظرية. نشوف السؤال اللي بعده، رقم باء بيقول لي في الشكل المقابل ألف باء، الشكل المقابل يا ولاد ألف باء بيساوي ألف جيم، يعني مثلث متساوي الساقين، وعندي باء دال شعاع بينصف زاوية باء ودال جيم شعاع بينصف زاوية جيم. اثبت أن المثلث دال باء جيم متساوي الساقين. احنا عندنا قاعدة يا ولاد بتقول لي إذا كان المثلث متساوي الساقين فإن زاوية القاعدة تكون متطابقين. تمام، احنا لسه ثابتينها فوق نظرية. فأنت عندك أ ب بيطابق أ ج، يبقى تستنتج من الكلام ده طالما القطعة أ ب تطابق القطعة أ ج يبقى زاوية ب تطابق زاوية ج. طيب في منصف يا مستر، يعني د ب بينصف زاوية ب وده ج شعاع بينصف زاوية ج، وبالتالي طالما ده بينصف الزاوية بينصف الزاوية، يعني نصف زاوية ب تساوي نصف زاوية ج، وبالتالي قياس زاوية د ب ج هتساوي قياس زاوية د ج ب، يعني المثلث اللي عندي ده هيكون متساوي الساقين عن طريق عكس النظرية. إذا كانت زاوية القاعدة في المثلث متطابقتين كانت ضلعين متساويان في الطول أو متطابقين. شوف الحل كده، حل جنبنا يا ولاد، أقول بما أن أ ب بيساوي أ ج، إذا قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية ج. بما أن الشعاع ب د بينصف زاوية ب والشعاع ج د بينصف زاوية ج، إذا نص قياس زاوية ب بتساوي نصف قياس زاوية ج.
لأن قياس زاوية ألف باء دال تساوي قياس زاوية دال باء جيم، وقياس زاوية ألف جيم دال تساوي قياس زاوية دال جيم باء. إذن المثلث دال باء جيم متساوي الساقين. طيب نشوف اللي بعده، رقم 5 ألف. في الشكل المقابل ألف باء جيم مثلث، رتب زوايا المثلث ألف باء جيم ترتيبا تنازليا حسب القياس. هنا يا ولاد في اختلاف بين الأضلاع، طالما الأضلاع مختلفة يبقى الزوايا مختلفة. لاحظ إن أكبر ضلع اللي هو ألف باء ألف جيم 7 سنتيمتر، وبعديه باء جيم 6، وبعديه ألف باء بـ5. يعني نقدر نكون متباينة، يعني نقول بما أن الحل أهو يا ولاد رقم 5 ألف، الحل معانا أهو شايفينه. أقول بما أن ألف جيم أكبر من باء جيم أكبر من ألف ب، حيث الألف جيم بتساوي 7 سنتيمتر، وباء جيم 6 سنتيمتر، وألف باء 5 سنتيمتر. إذن هستنتج مباشرة إن قياس زاوية باء أكبر من قياس زاوية ألف أكبر من قياس زاوية جيم. إحنا كده أثبتنا التمرين بخطوتين بسيطة جدا. طيب تعالوا نشوف رقم باء اللي بعده. يقول لي في الشكل المقابل، شايفين يا ولاد رقم باء، في الشكل المقابل ألف باء أكبر من باء جيم وسين صاد توازي باء جيم، اثبت أن ألف سين أكبر من سين صاد. احنا عندنا يا مستر ألف باء أكبر من ألف جيم، يعني الزاوية المقابلة للضلع ألف باء أكبر من الزاوية المقابلة للضلع باء جيم، يعني زاوية جيم هتكون أكبر من زاوية باء. طب طالما جيم أكبر من باء يبقى احنا برضو هنستنتج إن صاد أكبر من سين، لأن في توازي عندنا. طالما في توازي يعني سين صاد توازي باء جيم، يبقى هنستنتج إن قياس زاوية ألف صاد سين أو زاوية صاد على بعضها دي يساوي زاوية جيم، وده تناظر. وقياس زاوية سين هتساوي قياس زاوية باء، وده تناظر. طب احنا اثبتنا دلوقتي ان زاوية جيم اكبر من باء، اذا صاد اكبر من سين، لان الصاد تساوي جيم في قياس ولا تناظر، والسين زي الباء وده تناظر. واحنا قلنا ان جيم اكبر من باء يبقى صاد اكبر من سين، وبالتالي في المثلث ألف سين صاد هنستنتج إن الضلع المقابل لزاوية صاد أكبر من الضلع المقابل لزاوية سين، يعني هنستنتج إن ألف سين أكبر من مين؟ من القطعة اللي عندنا اللي هي ألف صاد. وإحنا عايزين نثبت برضو إن ألف سين أكبر من إيه؟ من سين صاد اللي عندنا. نقرأ كده تاني المسألة، واللي ألف باء أكبر من باء جيم. طالما ألف باء أكبر من باء جيم يبقى زاوية جيم هتكون أكبر من زاوية إيه؟ ألف. ماشي، زاوية جيم هتكون أكبر من زاوية ألف. طب جيم وصاد زي بعض، فبالتالي هنستنتج إن زاوية صاد هتبقى أكبر برضو من زاوية ألف. تمام، يبقى لو كان قال لي إن ألف ب أكبر من ألف جيم كنا استنتجنا إن زاوية جيم أكبر من ب، لكن هو قال ان الف باء اكبر من باء جيم، يبقى الزاويه المقابله لالف باء اللي هي زاويه جيم اكبر من الزاويه المقابله لباء جيم اللي هي الف. حل تاني اهو يا ولاد مكتوب، بما ان في المثلث الف باء جيم الف باء اكبر من باء جيم، اذا قياس زاويه جيم اكبر من قياس زاويه الف. وبما أن س ص توازي باء ج وألف ج قاطع لهم، إذا قياس زاوية ص تساوي قياس زاوية ج وده تناظر. إذا في المثلث هنستنتج بقى أن ألف ص س، مثلث ألف ص س، قياس زاوية ص أكبر من قياس زاوية ألف، لأن إحنا قلنا أن ص وج زي بعض وج أكبر من ألف، فتبقى ص أكبر من ألف، فيبقى الضلع المقابل ليها اللي هو ألف س أكبر من الضلع المقابل للزاوية ألف اللي هو سين صاد، يعني ألف سين هتكون أكبر من سين صاد. وكده نكون خلصنا الامتحان يا ولاد، إن شاء الله نكمل بقية الاختبارات مع بعض.
تابعونا كده باستمرار. توفيق دايما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.